بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أنا في الورى عبد لعترة أحمد أدعو إليهم باللسان وباليد وأجيب إن سألوني من ذا أقتدي. أنا تابع لأولي العلا والسؤداد فهم ملاذي في الحياة ومسندي. غذتني أمي حبهم وأنا صبي وهواي آل البيت علمني أبي فعرفت أن الحق في آل النبي. يا من أتاني سائلا عن مذهبي أهوى
لمذهب آل بيت محمد. أبناء فاطمة روح القدس عبدكم، وثابت حول عرش الله اسمكم. وأقول والقلب لا يهديه غيركم، يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. المصطفى خير خلق الله جدكم، والمرتضى والد والطهر أمكم. وبعد ذكر إله الكون ذكركم كفاكم من عظيم الشأن، أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ثاني على حب الإمام العسكري عليه السلام. الثالث أعلى، اللهم صل على محمد. روي عن الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. صلوا على محمد وآل محمد. نبارك لكم هذه الليلة السعيدة المباركة التي زادها الله شرفا بذكر ميلاد هذا الإمام العظيم، الإمام الحادي عشر، والد الإمام الثاني عشر، الحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه. الحديث حول هذا الإمام العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام يكمن في ثلاثة أوجه: الوجه الأول الإيمان ومظاهرها في حياة هذا الإمام العظيم، النقطة الثانية حركة الإمام الاجتماعية التكافلية، الوجه الثالث دفاع هذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عما يرمي الطائفة من الجانب العقائدي. النقطة الأولى تحدث الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن خصلتين فقال: ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله. من الأمور التي أكد عليها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو تفعيل الدور الإيماني ومظاهر هذا الدور، وما تكلم إمام عن أمر إلا وكان هو القدوة والمثال للمجتمع،
كلمة تتكرر دائما، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في زمانه هو القدوة الإيمانية ونقطة الرحى في تفعيل هذا الجانب ومظاهره، كان أعبد أهل زمانه، كثير الصوم كثير الصلاة، كان يتميز منذ نعومة أظفاره بالبكاء من خشية الله جل وعلا. مظاهر هذا الباب سينقل عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان صبيا في دور الصبا، كان ينظر إلى فتية يلعبون وهو يبكي، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يبكي لأنه لا يملك لعبة يلعب بها مع الأطفال، وإنما تحول من ناحية النظر إلى هؤلاء وعن طريق التفكر إلى أمر آخر، التهاء الإنسان باللعب عن الله جل وعلا، يعتبرها الإمام مضيعة للوقت وبعد عن تحصيل الأجر والثواب. كعادة الإنسان لو مر على طفل ينظر إلى أطفال يلعبون لاعتقد ما اعتقده هذا الرجل الذي مر على الإمام، فقال: بني أتبكي لقلة ما في يدك فمحتاج إلى لعبة تلعب بها مع الأطفال؟ قال: ما للعب خلقنا. كلمة إذا صدرت من طفل ترعى الانتباه. هذا الرجل انبهر أن الطفل في دور الصبا لم يجر عليه قلم التكليف، تسمع هالمنطق هذا الحسن تحتاج إلى الاستزادة، فقال: إذن لماذا خلقنا؟ قال: خلقنا للعمل والعبادة، وكلمة أجمل من الأولى، فأراد أن يستزيد منه. قال: أين أجد هذا في كتاب الله؟ يعني هذا المنطق إلى أساس قرآني وكلمة جرت على لسان الطفل. قال: قول الباري جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تحير هذا الرجل، طفل صغير يتحدث بهذا المنطق ولم يجري عليه قلم التكليف. قال: بني وما أنت وهذا الكلام؟ وأنت طفل صغير لم يجري عليك قلم التكليف. قال: إليك عني يا هذا، إني نظرت إلى أمي وهي توقد النار في الحطب الكبار، لا والله لا تتقد إلا بالحطب الصغار، وإني لأخشى أن أكون من حطب جهنم. حش الإمام. لكن رسالة من قبل وردت من نبي الله يحيى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما أراد من أمه أن تصنع له مدرعة ليذهب إلى بيت المقدس مع العباد فيتعبد، قالت له أمه: حتى يأتي والدك. فلما جاء زكريا عليه السلام قال له: بني وما أنت وهذا الأمر؟ أنت طفل صغير. كلمة قالها يحيى استسلم لها زكريا. قال: أما رأيت من هو أصغر مني يموت؟ هذه كلمة جدا جميلة، الطفل لما يوصل إلى حالة من الإدراك، ودعنا من نبي الله يحيى، الله جل وعلا آتاه الحكم وبعثه نبي وهو طفل صغير، آتيناه الحكم صبية. القرآن يتحدث عن هذا الأمر، والإمام أيضا يضرب لنا نفس هذا المثل، كأنما رسالة لا يغتر الإنسان بصغر عمره، لا زلت شباب عمر أمامي، هذه الأماني قد تخسر الإنسان حينما
يقف على محك الطريق ثم يصل إلى مرحلة من العمر لعلها في ريعان الشباب. فهو هذا الإمام الحسن العسكري خرج من الدنيا وهو ابن 28 ربيعة، 28 سنة عمر الإمام. سيكون لا يغتر الإنسان بشبابه بصغر عمره، يتوجه إلى الله جل وعلا. أبو هاشم الجعفري من نسل الإمام الحسن، هذا رجل كان أديب شاعر، كان مجاهدا يحمل الكلمة، عاصر كثير من أئمة أهل البيت كالإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول أبو هاشم يبين لنا فد مظهر من مظاهر إيمان الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول سجن معنا الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، وإذا أراد أن يفطر لا يفطر على طعام السجن، بل كان يأتيه خادمه بطعامه الخاص إلى السجن فيفطر ونفطر معه. هذه إشارة أخرى عن محمد الشاكري، يقول جلست مع الإمام في المسجد، صلى ثم جلس ثم سجد سجدة فأطال فيها. يقول أنا خلصت، قلت عسى ما يخلص الإمام، وضع رأسه محمد الشاكري غطى في نوم عميق ثم جلس، ولا زال الإمام ساجدا يسبح الله ويهلله. للإمام إشارات يعني أحاديث تشجع الإنسان في السير نحو الله جل وعلا، فيقول هذا الإمام العظيم: من أنس بالله استوحش من الناس. تشوف الإنسان يصير عنده شخصية من الشخصيات محبوبة على قلب، من صديق، من قريب، من رمز من الرموز، وإذا كان عنده اتصال مع هالشخصية تشوف عنده فد حالة من الأنس غريبة عجيبة. إذا جلس مع صاحبه نسي الدنيا وما فيها، وهي مجي من فراغ، لا مجي إلا من تقوية العلاقة. إذا قوى الإنسان علاقته بالله جل وعلا يأنس، وعلامات الأنس بالله جل وعلا التطوع في العبادة زيادة، يعني قراءة الدعاء، قرآن. تشوف ناس لهم خلق عجيب غريب، إذا دخل إلى المسجد إذا صلى يقول ما راح ينفتل من الصلاة، إذا جود الدعاء يقول ما راح يخلص من الدعاء، إذا جود القرآن يقول ما راح يترك القرآن. ليش عنده فد أنس غريب مع الله جل وعلا؟ أنا لم أصل إليه، هو وصل إليه، ولما وصل إليه قال: من أنس بالله استوحش من الناس. إذا عند إنسان أنس شوفه يبحث عن صديقه وين حتى يجلس وياه ويرتاح له إذا جلس معه. هذا الطريق بين الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. قل: ما هو طريق؟ قال: الوصول إلى الله، يعني إلى رضا الله، طريق لا يدرك إلا بامتطاء الليل. يقول واحدة من علامات وصول الإنسان إلى حالة الأنس هذه السير إلى الله عن طريق صلاة الليل. صلاة الليل على أقل التقدير أن لا يترك الإنسان في ليلته ولو ركعته، هاتان الركعتان تحدث عنهما الرسول صلى الله عليه وآله. يلا بهالليلة هاي خلي يصير عندك عزم ومعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وآله ومع الله، أن لا تضع رأسك على الوسادة حتى تصلي ركعتين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ركعتان في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لعله أعتقد مثلا ما أقدر أقعد حق صلاة الليل، متعب مجهد من العمل، والقبل أن أنام
أصلي هالركعتين ما يدريك لعلها آخر ما يصليها الإنسان حين يضع رأسه على الوسادة ويكون آخر ما عمله مو سهران ويا بعض القنوات مو سهرانية كذا مو آخر ما قدمه اتصال مع الله وفي طوع لأن هذا مو واجب هذا حقيقة الأنس بالله جل وعلا. هسه واحد يفتخر يقول أصلي الصبح أصلي الظهر أصلي العصر أصلي المغرب أصلي العشاء يا أخي هذه واجب الكل يصليها لكن علامة الأنس هذا هو تقرب إلى الله جل وعلا بالمستحبات هذه من مظاهرها. لكن يقول إمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام التفت يصير عندك فد حالة من الإقبال ويصير عندك فد حالة من الإدبار. القلوب إلها إقبال وإلها إدبار. إذا أقبلت فحملوها وإذا نفرت فودعوها. يعني إذا شفت عندك فد إقبال ساعة الإنسان يصير عنده حالة من الإقبال وهي حالة أنس. يقول إذا هيك يحمل النفس لأن مشتاقة تريد تقرأ دعاء زيد تريد تقرأ قرآن زيد تقرأ صلاة مستحبة زيد بيه. لكن إذا وصلت إلى حالة النفور ترى يصير الصلاة شوية ثقيلة على الإنسان يحس عنده نفور. إذا صار هاي يقول لا أقصرها على الواجب خوف أن تفر بلا عودة يعني رفقا بالقلوب في العبادة. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر قال ونفع الإخوان خصلتان ليس فوقهما شيء الإيمان بالله ونفع الإخوان. نفع الإخوان الإمام على غرار آبائه لا يترك العطاء ولا تحسس أهل الحاجة فإذا جنه الليل طرق بيوت الفقراء والمساكين يحمل إليهم الإعانة. محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام يقول قال لي أبي يعني علي ابن إبراهيم لنمضي بنا إلى هذا الرجل يقصد الإمام الحسن العسكري فقد وصف لنا سخاؤه وعطاؤه. يقول أنا سألت أتعرفه؟ يقول أبو قال لا وما رأيته قط لكن أسمع الناس يتحجون عن كرمه وجوده. يقول مضينا فقال أبي أتمنى يعني أن يعطيني الإمام 500 دينار ما أتان للكسوة وما أتان للدقيق وما للنفق. يقول أما أنا قلت بنفسي هو محمد بن علي ما أحوجني أن يأمر لي 300 للدقيق 100 للكسوة ومئة أشتري بها حمار سيريد يخرج إلى منطقة يتاجر فيها. شوف روحة شوي. يقول لما وصلنا إلى سر من رأى وقفنا على دار الإمام خرج الخادم فقال وليدخل علي ابن إبراهيم مع ابنه محمد. دخلنا سلمنا سأل عن أحوالنا عن إبطائنا عن لقائه فقال له أبي إني أستحي أن ألقاك وأنا على هالحال يعني شوية فقير. يقول لما أردنا أن ننصرف جاء الخادم دفع إلي صرة وإلى والدي صرة قال لي والدي هذه 500 حسب تفصيلك وقال لي هذه 300 بحسب تفصيلك لكن لا تذهب إلى الجبل وامضي إلى سوراء منطقة عينها الإمام لتجارة هذا القريب. يقول فعلا لما ذهب إلى سوراء تحسنت تجارته وأصبح من أثرياء العلويين. مو عطاء الإمام فقط
كان لمن يعرفه لا حتى اللي ما يعرف. إسماعيل ابن هشام كان وال لبني العباس، هذا بعد عزله محتاج شوية أموال وعنده، دفن 200 دينار في أحد زوايا بيته، وقف للإمام يحلف له بالأيمان المغلظة ما عنده أموال، ما عنده إشي، ما عنده قوت يوم. إمام نظر إليه قال: يا إسماعيل، أتحلف بالله كاذب وقد دفنت 200 دينار في المكان الفلاني من بيتك؟ أنا ما أقول لك هذا لمنعك من العطاء، يا غلام أعطه 100 دينار. 100 دينار أقبل عليه الإمام سار في أذنه قال له: ستفقد المال في أحوج ما تكون إليه. نصيحة من الإمام، وهذا دافن المال ما بينه وما بين الله، بس إحنا عندنا قاعدة المعصوم اتصال مع الله جل وعلا. يقول الإمام الصادق لأبي بصير في يوم من الأيام في حادثة: أتظنون أن هذه الجدر تمنعنا عنكم؟ إذن ما الفرق بيننا وبينكم؟ الإمام إما أن يلقى في روعه فيفهم القضية، وإما أن يحدث. إذن الإمام على اتصال، إلهام، تحدث، روع في صدر الإمام، هذا باتصال مع السماء. الله أطلعه على هذا الأمر فأطلع هذا الرجل، لكن ما أخذ بنصيحة الإمام، فعلا لما احتاج لها راح دورها ما حصل. أكو قاعدة عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يشجع فيها أصحابه. أولا هذا الحديث الذي أوردناه: خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان، تشجيع على تحسس آلام الآخرين. يقول أبو هاشم الجعفري: قال لنا الإمام يوما: إن في الجنة لباب يقال له باب المعروف، لا يدخل منه إلا أهل المعروف. يقول أنا ارتحت، هو أبو هاشم، لأنني هو يقول كنت أتكلف إعانة الإخوان حتى على حسابي يعني، فكان كثير عين الناس. ارتحت شوية، حسيت بارتياح في قلبي. يقول: فالتفت إلي الإمام قائلا: يا أبا هاشم، نعم أنا واقف على ما أنت عليه، على هذا فدم، فإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ثبتك الله على هذا يا أبا هاشم ورحمك. هذا دور من أدوار التكافل، أقرب الناس إلى الناس من أملوه، اللي أملون منا الخير يصير قريب من قلوب الناس. وجود الإمام في دفع الشبه وتثبيت العقائد، كشبهة الكندي إسحاق ابن يعقوب الكندي، رجل كان عالم فيلسوف زمانه، لكن أصابته شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ نظر إلى القرآن فرأى أن هناك آيات تناقض بعضها بعضا، فاشتغل بتأليف تناقض القرآن الكريم. الإمام رحل، أرسل إلى أحد طلبة، قال: روح اجلس وياه، أعنه على ما هو فيه، إذا أصبح بينك وبينه أنس قل لي حضرتني مسألة. شنو هالمسألة؟ قل لي: لو جاءك هذا المتكلم بالقرآن أيجوز أن يكون له رأي غير ما ذهبت إليه، فتكون واضع لمعنى في غير موضعه؟ مكلمات الكلمات العربية من أثر الكلمات في اللغات الموجودة، كلمة تحمل كلمات ومعاني. العين، سيراد منها هذه العين الباصرة أم يراد منها الحقيقة أم يراد منها عين الماء؟ ده كمثال يعني غنى اللغة العربية بتعدد معاني مفرداتها. خلي الإنسان
يقف على عظمة هذا الكتاب. لما ألقى عليه هذه الكلمة فكر بها هذا، قال لي صحيح كلامك لكن أنى لك هذا الكلام؟ قال لي خاطرة في بالي، قال لي لا أنت طالب عندي وأنا أعرف مستواك، مثلك لا يأتي بهذا. قال لي إنه من أبي محمد حسن العسكري. قال نعم، وينبغي أن يخرج من تلك الشجرة. راح إلى اللي ألفه ومزقه وقيل أحرقه. هذا دور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن تعرف السلطات تحارب أمثال هؤلاء إلى أن تقضي عليهم فقضى عليه المعتمد. إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام عظيم النسب والشرف، يرجع إلى الإمام الهادي ابن الجواد ابن الرضا ابن الكاظم ابن الصادق ابن الباقر ابن السجاد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو ابن فاطمة، وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. وأمه امرأة يقال لها سليل، يقول عنها الإمام الهادي فتاة أم ولد جارية، ولا ينزل من شأنها كون أنها جارية مشترات. القضية قضية إيمانية، قضية الطاعة. يكفي أن نقف على أن الله جل وعلا اختارها أن تكون حاضنة لنطفة الإمام المعصوم، فيكفيها فخرا هذا. وهي من النوبة، يعني من مصر، والنوبة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يكن له أخ فليتخذ له أخ من النوبة. ويترجع في النسب إلى ماريا القطبية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله القبطية، ويكفيها شرفا. قال فيها الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: سليل مسلولة من الآفات والأنجاس والأرجاس. هذه شهادة معصوم في حقها، يقف الإنسان على هذا الأمر إكبارا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتزوج الإمام الهادي ابن النبي محمد اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. من امرأة من النوبة وهي فتاة أم ولد جارية، إن شاء الله أن تكون حاضنة لنطفة الإمام الحسن ابن النبي محمد صح. تقول: حملت به حملا خفيفا فلم تجد ألما ولا وجعا، وكانت تسمع التسبيح والتقديس، فلما تصرمت أيام حملها وجاء موعد ولادتها أرسلت إلى بعض نساء بني هاشم، فجئنا عندها أحطن بها إلى قرب الفجر، بينما هم كذلك إذ بها وضعت بالإمام الحسن أفضل الصلاة.
الله يعود الجميع إن شاء الله على أمثال هذه الليالي والأيام، ونحن في حال أحسن من هذا الحال بتفريج الكربات والهموم وشفاء المرضى والجرحى. علينا علينا حب خمس العواجم، علينا البتول والد الزهرة، وعلينا بحبهم على العالم، علينا الفضل لهم أهل الدوحة الهاشمية. وردنا وردنا الليل يفوح بعطورة، وردنا للعسكر اليوم من باقة، وردنا ردنا نحيي ميلاده، وردنا نهني القايم بهاي المسيا. اجت لي كل خلق كلها وناجت وناجيت باسمك ينكشف كل همنا، وناجيت لعد بابك دعيت الله، وناجيت أريد أن حاجت يا ابن الشفية. بسمي يا عقد رضوان حفلة فرح، بسمي يا لعرطاها وخذت من وجهه، بسمي يا هالليل هالليل حفلنا يهتف، بسم الحسن ابن الوصي خير البرية. نور هالليلة شع نور، نور الإمام العسكري، وبذكرى همنا ينجلي هالليلة شع نور. نور هالليلة شاع نور، هالليلة شاع نور الإمام العسكري، وبذكرى همنا ينجلي هالليلة شاع نور. نور نور هل بعد مرة، نور هل نور أبو المهدي تشعشع نور الأكوان كلها، نور العالم علينا وهالسعادة ثاني ملها، يوم ميلادك سعادة والسعادة انت أصلها، ميلادة ميلادة أعظم فرحتنا، ميلادة
مين؟ سرور قلبي امتلى اسره، سرور قلبي امتلى لاجل الامام العسكري، وبذكره من ينجلي. هل نور نور بعد مرة نور يا ربيع الثاني بيك بيوم ثامن. هل علينا نور سيدنا الإمام العسكري عزنا ولينا، عطر العالم وجوده وبوجود احنا اهتدينا. ميلاده فرحتنا الليله بميلاده، فرحتنا مسرور هالليله مسرور هالليله مسرور لاجل الامام العسكري، وبذكره من ينجلي. هل نور هل نور طل على العالم وجوده، هنو والهادي يا شيعه، هنو والهادي بولادة شبل حمايل شريعة، هنو المختار هنو حيدر وهنو الوديع، هنوها هنوها بليلة ميلاده، هنو ميل هنو هنو منصور وبالباري منصور وبالباري منصور بعزة وجلال العسكري، وبذكره من هله نور نور. هل ميلاد الحسن نسل النبيين محبوب الملايين، ما يصير جماهير. ميلاد الحسن نسل النبيين محبوب الملا يا طيور الفرح هني المحبين، يا طيور الفرح زفي هل هنا في كل مكان، يا طيور السعد خلي البشرة دي عبر الزمان، يا طيور الفرح غني وهني سادات الزمان، نحيها الفرحة السعيدة. الله وهالفرح دايم نعيده، والمحب ينشد قصيده، والمحب ينشد قصيده، نحييها نحييها الفرح لساداتنا، نحييها الفرح ميلاد الحسن الناس لابو حسين محبوب هللا ولد هنو المحبين محبوب
هنو الهادي بوصية، هنو سادات البشر يوم ميلاد الحسن عطر الكون بكل عطر، هنو حيدر والنبي وهنو الإمام المنتظر. ويلي فرحتنا فرحتنا بكم موصوفة فرحة، فرحة فايز هالمحب الحور والعين محبوب، يسعد هالمحب سنين وسنين محبوب. أهل البيت أهل البيت ما ينجل ما يركب سفينتهم ببحور الفشل يغرق، بس التنجى شيعتهم على ساحل الكوثر السفينة ترسو بحبهم، ومن حوض الكوثر يسقون من حوض اجينا المولدك مولاي وبلهفة عنينا، يا باب الكرم ويا الجود حبنا كل امانينا، قصدناك بامل واشواق وبميلادك تهانينا، هنوها الزهرة بميلاد هنوها هالليلة كل شيعة علي للحسن فرحان، وعين الموالي المولدة هالليلة سهران، يدور بنور الحسن يا ناس تنورت دنيانا، متنورة الدنيا بمولانا، متنورة الدنيا متناور، وكل شيعي يصدح بالفرح هالليلة موال، وصوت الهلاهل بالحفل للحسن يتعالى، وفاز اللي بأهل البيت يا هالناس يتوالى، محبوب الهادي وأولاده محبوب أفضل الصلاة والسلام.